تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت داخله في مخيم الشابورة في مدينة رفح، أوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح. وفور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدو القسام محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون، موقعين عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من جراء حدث أمني في رفح. هذه العملية النوعية وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بالحادث القاسي، وأن المروحيات نقلت القتلى والجرحى في المروحيات. هذه أبرز ما في ميدان غزة اليوم بعد إعادة تموضع قوات الاحتلال شرق دير البلح. أما في الضفة الغربية، فاقتحام مخيم الفارع في طباس مستمر منذ أكثر من 16 ساعة. المقاومون يخوضون اشتباكات ضاربة بالرصاص والعبوات الناسفة. إذاعة جيش الاحتلال تعلن أن فلسطينيا تمكن من التسلل إلى مقر قيادة الجيش في الضفة الغربية قبل يومين وجال بحرية تامة. أما في جبهة الإسناد اللبنانية، فقد شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر القيادة المستحدث التابع للفرقة 46 بعد 100 شرق نهاريا، والذي انتقل من منطقة جعتون بعد قصفه سابقا مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها ونشوب النيران فيها وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح. هذا إضافة إلى عمليات نوعية مكثفة ضد مواقع ومستوطنات الاحتلال، فتصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب وأجبرتها على الفرار والتراجع خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. شكلت الساعات والأيام القليلة الماضية توسيع نطاق العملية، قصف بعيد المدى، مسيرة تبلغ الناصرة، إحراق الآلاف من الدنومات في الجليل والجولان، وضربة دقيقة تستهدف بطارية قبة حديدية قرب الكابر اليوم. من الملاحظ أن الاحتلال اعترف أخيرا بما حدث قبل شهرين تقريبا، حيث المسيرة التي انطلقت من العراق وضربت القاعدة البحرية في إيلات وسقطت قرب المدمرة ساعر 6. سنناقش كل هذه الموضوعات مع الخبير بشؤون المقاومة الفلسطينية الدكتور هاني الدالي. مرحبا بك دكتور. والخبير العسكري هنا في الاستوديو العميد شربل أبو زيد. مرحبا بك سيادة العميد. مرحبا بك. البداية مع حضرتك سيادة العميد، يعني وهذه العملية المعقدة المركبة مرة جديدة تنجح فيها كتاب القسام في تنفيذها، هذه المرة في داخل مخيم الشابورة في مدينة رفح، يعني من أي زاوية يمكن قراءة هذا النوع من العمليات المعقدة بحيثيتها بالأدوات المستخدمة فيها والتكتيك الذي تستخدمه المقاومة جراء هذا النوع من العمليات تحديدا؟ يعني بالنسبة للعملية في الشابورة أنا أضعها في خانة النتيجة الحتمية. لماذا؟ لأن العمليات تتركز في هذه المنطقة على من بوابة صلاح الدين صعودا باتجاه تل سلطان حي السعودي، ويعني ضمن الشابورة منطقة عريبة وغرب رفح. فإذا هذه هي منطقة العمليات. العدو الإسرائيلي كان يحاول اليوم التوغل من اتجاه مخيم يبنى. هذا مخيم يبنى هنا، فإذا يحاول العدو الإسرائيلي التوغل باتجاه الشابورة من مخيم يبنى. كذلك الأمر هناك دبابات للعدو الإسرائيلي في تل سلطان وتحاول أيضا التوغل باتجاه هذه المنطقة. فإذا ما تقوم به المقاومة هو التالي: إعداد دائم لكمائن معينة، إن كان نسفيات على الطرقات أو إن كان نسفيات في أماكن يمكن أن يلجأ إليها جنود العدو الإسرائيلي للاحتماء. وبالتالي هي عملية مركبة. استطاع المقاومون استدراج القوة للعدو الإسرائيلي إلى داخل مبنى في مخيم الشابورة، وعندما وصلت هذه القوة إلى داخل المبنى تم تفجير العبوة
من قبل المقاومين، وعندما هرعت قوات الإنقاذ لإنقاذ هؤلاء في هذا المبنى أيضا تم إطلاق القذائف، قذائف الهاون على قوات الإنقاذ. وبالتالي هي عملية مركبة من تفجير وإطلاق مدفعية الهاون على هذه النقطة. يبدو بأن التفجير كان دقيقا بشكل أنه أطبق على أركان هذا المنزل المؤلف من 5 طبقات، مما أدى إلى انهيار هذا المنزل على رأس جنود العدو الإسرائيلي. الحصيلة الأولى لغاية الآن باعتراف العدو الإسرائيلي، هناك 4 قتلى للعدو الإسرائيلي و10 جرحى، بينهم 6 في حالة الخطر. فإذا هي عملية ناجحة، يعني يبدو للعدو الإسرائيلي بأنه استطاع أن يسيطر على محور فيلادلفيا بالكامل، وهذا وهم. لماذا؟ لأن مثلا اليوم في هذه المنطقة، في منطقة تل زعرب مثلا، قام المقاومون بقنص جندي إسرائيلي البارحة وقتله، وجندي إسرائيلي اليوم وقتله. فإذا في تل زعرب هناك جنديين إسرائيليين قتلا قنصا من قبل المقاومين. في تل سلطان هناك تدمير بمحيط تل سلطان لدبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي. شمال يبنى كذلك الأمر تدمير لدبابات العدو، وكذلك الأمر اشتباكات على صفر في هذه المنطقة، ألا وهي منطقة العزبة. العزبة هي غرب رفح. هذه المنطقة الاشتباكات مع العدو الإسرائيلي على مسافة صفر. العدو الإسرائيلي يتكبد الخسائر بالأرواح، ولكنه كالعادة يقوم بتمويه خسائره ولا يعلن عنها. المقاومة تقوم بعمليات كر وفر. فإذن عملية الشابورة هي عملية نتيجة حتمية لكل ما يجري في هذه المنطقة، حيث قام كما نردد بأنه قام المقاومة باستدراج العدو إلى بيت، وتم تدمير هذا المبنى وقتل العدو الإسرائيلي داخله. أما في حي البرازيل فأيضا المقاومة قصفت حي البرازيل وتجمعات العدو الإسرائيلي في حي البرازيل. كذلك الأمر قصفت بوابة صلاح الدين وتجمعات العدو. طيب هنا نتساءل، إذا ما كان العدو وصل إلى هذه المنطقة ولم يستطع لغاية الآن منذ أكثر من 20 يوما تثبيت قدمه في هذه المنطقة، لا بل بالعكس هو يتكبد الخسائر بشكل يومي ودائم في هذه المنطقة، إن كان بعمليات العبوات الناسفة، إن كان بالقصف الهاون والصواريخ رجوم وغيرها، أو إن كان بعمليات القنص، فإذا هناك استنزاف للعدو الإسرائيلي. وهذا ما يؤكد بأن لغاية الآن العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق سيطرته بالكامل على محور فيلادلفيا. اليوم كان هناك استهداف من البوارج الحربية لمنطقة المواصي ومخيمات المواصي، كذلك الأمر بواسطة الطيران الحربي والكوادكوبتر على مخيمات النازحين في المواصي. كذلك الأمر كان هناك قصف على منطقة خان يونس، قصف مدفعي على القرارة وقصف مدفعي على الفخارة. أما بما يختص بمستشفى الكويتي فيبدو بأن العدو الإسرائيلي يكثف غاراته في محيط مستشفى الكويتي، ويبدو أن الهدف هو إيقاف المستشفى عن العمل بشكل كلي، بالرغم من أنها تعمل بطاقة لا تزيد أكثر من 30% للنقص الحاد بالمواد وللنقص الحاد بالمعدات الطبية. هذه الصورة عليه الميدانية في جنوب قطاع غزة. دكتور هاني، يعني ما تفضل به سيادة العميد من شرح ميداني على الخريطة لواقع هذه الجبهة وهذه العملية تحديدا بكل أبعادها، سيما وأنها تندرج في النطاق القريب من معبر رفح بكل تداعياته وتجلياته، من وجهة نظر أمريكية وإسرائيلية قبل أن تكون من وجهة نظر المقاومة، إزاء تحرير هذا النطاق تحديدا من المسرح العملياتي الحساس. اليوم هذه العمليات المعقدة والمركبة، ما الذي ترمز له في سياق كل الوضع الإسرائيلي المتأزم، ليس فقط ميدانيا إنما أيضا كما تابعنا على المستوى كابينة الحرب؟
بداية تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد هذه عملية نوعية دلالاتها كبيرة وخاصة في هذا التوقيت. أولا لعلي هنا نوضح بعض التفاصيل في هذه العملية من خلال قراءة سريعة لما حدث. نحن نتحدث عن كمين مركب نوعي محكم ضد قوة من لواء جفعاتي، وهو عصب فرقة 162. هذا الكمين لم يكن وليد اليوم، وإنما بتقديري أنه كان بتخطيط وبإعداد وبتجهيز وباستطلاع وجمع معلومات استخباراتية لفترة ليس بالقصيرة. يعني هناك كان بالتأكيد أيام للوصول لهذا الكميل المركب النوعي، وأنا أيضا واضح أنه تم استخدام وتم مشاركة أكثر من قوة لدى كتائب القسام في هذا الكميل، وخاصة قوات الهندسة وزرع الألغام وزرع عبوات برميلية أسفل هذا المبنى وعلى جميع مربعات وزوايا هذا المبنى، وكذلك تشريك داخل المبنى، بمعنى أن يكون التفجير محكم وبشكل كبير جدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا بتقديري هناك قوات شاركت أيضا في عملية ضرب آليات الاحتلال الإسرائيلي وقوات النجدة بطريقتين، بطريقة مباشرة استهداف الجرافات والدبابات، وكذلك بطريقة استهداف من مساندة من خلال سلاح الهاون، حتى يكون هناك إحكام بشكل كبير جدا على القوة وتدميرها وقتل كل من فيها. والمعلومات الأولية الميدانية تشير أن عدد القتلى قد يتجاوز 7 قتلى حتى هذه اللحظة، والعدد بازدياد بالتأكيد، والاحتلال الإسرائيلي يخفي خسائره بشكل كبير جدا. هذا الكمين بالتأكيد هو يشبه كمين الزنة، بمعنى أن كتائب القسام كمين الزنة كمين الأبرار الذي أعدت له المقاومة فترة طويلة جدا، وهذا يؤكد ما أشرنا له بعملية الدخول الأولى لمدينة رفح، أن كتائب القسام تكتيكاتها وأساليبها الدفاعية ستختلف تماما عن كل المراحل السابقة، وهذا أصبح لا نرى صد ومنع بشكل كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ عمليات مركبة ونوعية قاتلة. ونحن نتحدث عن ألوية نخبة أيضا وليس جنود احتياط ولا حتى فرق احتياط. بالتأكيد، واليوم نتحدث عن الاستهداف نخبة، وهذا يعني أن قيادة القسام وقيادة اللواء في مدينة رفح تعلم تماما الأهداف التي تقصدها وتستهدفها في جيش الاحتلال الإسرائيلي. الرسائل أنا بتقديري كبيرة وكبيرة جدا. أولا أنا الرسالة الأولى أن لدى القسام الكثير وبجعبة القسام الكثير في عملياته، وأيضا هذه العمليات لها توقيتاتها، وخاصة توقيت اليوم بتقديري هي رسالة تهنئة للاحتلال الإسرائيلي ولنتنياهو بفشل مجلس الحرب. القسام اليوم يهنئ الجيش الاحتلال، يهنئ القيادة السياسية نتنياهو بفشل مجلس الحرب نتيجة ضربات المقاومة الفلسطينية ونتيجة فشلهم في قطاع غزة، وهذا أصبح واضح بشكل كبير جدا. أيضا هي ضربة في المركب الذي هرب منه نتنياهو، غانتس وإيزنكوت وعدد كبير من الذين على الأيام الماضية وقائد فرقة غزة، الكل الآن يهرب ويقفز من هذا المركب الذي يغرق. اليوم المقاومة الفلسطينية تضرب هذا المركب أيضا ضربة نوعية لتزيد غرقه ولتؤكد أنه يجب على الجميع أن يهرب قبل فوات الأوان، ليس من المركب وإنما يهرب من قطاع غزة ومن كل أراضينا المحتلة أيضا في كل مكان، لأنه واضح أن المقاومة الفلسطينية بجعبتها الكثير. رسالة أخرى أنا بتقديري أيضا هي رسالة سياسية حول واقع المفاوضات، بأنه ما قام به نتنياهو بعملية تحرير الأسرى هي عبارة عن نجاح محدود ومحدود جدا، وهذا النجاح ضربته المقاومة بضربتين. الضربة الأولى حينما أعلنت أن الاحتلال قتل 3 من الأسرى وأيضا استقال 4 لدى قيادة السياسية للاحتلال الإسرائيلي. الضربة الثانية كانت اليوم أيضا لنتنياهو بهذه العملية النوعية لتؤكد المقاومة الفلسطينية أنها تفاوض من موقع ميداني متقدم، وبتقديري أن قيادة المقاومة الفلسطينية وقيادة حركة حماس أعدت ملاحظاتها، وهناك أنا بتقديري أيضا يعني موافقة وهناك اعتماد لدى ملاحظات حول تسليمها للوسيط الوسطاء حول المفاوضات ومسار المفاوضات، وخاصة بموضوع وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة ومفتيح الأسرى، وكذلك أن تتضمن هذه الورقة
موضوع معبر رفح، واليوم هي رسالة واضحة لتعزز مسارها التفاوضي، وأنها تقدم ردها أيضا من موقع قوة لدى من المقاومة ومن موضع ضعف وإدخال الجيش الاحتلال الإسرائيلي. أخيرا واضح أنها رسالة لنتنياهو والمجتمع الإسرائيلي أن النصر المطلق واضح أنه كابوس مطلق وأنه انهيار مطلق وأنه هزيمة مطلقة، وهذه العوامل وهذه الرسائل أصبحت واضحة وخاصة في رفح، وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق أي هدف في هذه المنطقة التي تعتبر الصندوق الأسود لكتائب الشهيد عز الدين القسام. دكتور سيادة العميد، يعني وفيما لا تزال تداعيات عملية استعادة بعض الرهائن تلقي بظلالها سلبيا بعد خطاب أبو عبيدة والحديث السلبي الذي حاول إيهام قيادة العدو بجمهوره بأنه حقق إنجازا ما وإذ به يقتل أسرى لديهم مقابل تحرير بعض أو استعادة بعض أسراها الآخرين، فيما لا تزال هذه التداعيات في منطقة الوسط باعتبار منطقة الانصراط وإلى الأعلى قليلا باتجاه محور نتسريم، أيضا لا تزال هذه العمليات في هذا المحور الحساس الذي أراد منه الإسرائيلي أن يوحي بأنه قد قسم غزة ميدانيا وعملياتيا، وإذ به لا يزال يتلقى الضربات تلو الأخرى في هذا المحور المهم من وسط القطاع باتجاه الشمال. نستطلع منك أكثر خريطة الوسط في الشمال. نعم، بما يختص بوسط قطاع غزة، نعم، ما تزال عملية انصيرات الفاشلة تلقي بظلالها على العدو الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري. السياسي لأنه يعني حاول الهروب إلى الأمام، نتنياهو في هذه العملية حاول أن يعني يتلافى استقالة بعض وزرائه الذين في النهاية استقالوا، ولكن يبدو بأن النتيجة كانت سلبية. أربع يعني أسرى استطاع أن يخلصهم، ولكن قتل في المقابل ثلاثة أسرى يعني آخرين بينهم أسير يحمل الجنسية الأمريكية، وتداعيات ذلك رأيناها اليوم عبر NBC التي قالت يعني بأن هناك محاولة يعني اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين حركة حماس بما يختص بالأسرى الأمريكيين المتواجدين لدى حركة حماس، ويبدو أن عددهم 5، وبغض النظر عن الإسرائيلي، وكأن هناك فصل ما بين يعني الملف الأسرى وملف التفاوض للعدو الإسرائيلي وما بين ملف الأسرى الأمريكيين المتواجدين في هذه المنطقة، فهذا فشل. على المستوى العسكري طبيعي بأن هناك كان أعداد أكبر من القتلى لدى القوات التي دخلت إلى انصيرات، ولكن يبدو بأن العدو الإسرائيلي قام بالتعتيم عليها. وهنا مثلا اليوم كان هناك غارات على انصيرات ذهب ضحيتها 8 يعني شهداء في انصيرات، في البريج قصف مدفعي على البريج كثيف وخاصة على مراكز إيواء في البريج، أيضا كان هناك شهيدين في البريج، في الزوايدة قصف جوي مركز على الزوايدة، كذلك الأمر في دير البلح كما سبق وذكرت هناك إعادة تمركز في هذه المنطقة لدبابات العدو في شرق دير البلح، ولكن كان هناك نوع من المقاومة في أبو عجين، لذلك قام العدو الإسرائيلي بالإغارة إغارات عنيفة على أبو عجين على هذه المنطقة. أما بما يختص بدير البلح قصف مدفع دير البلح قصف جوي وأيضا قصف من البوارج الحربية للعدو الإسرائيلي باتجاه دير البلح، كذلك الأمر باتجاه أنصيرات والزوايدة. فهذا هذه هي الصورة عليه في هذه المنطقة. الهدف دائما كما قلت هو محور نتزاريم، ولكن لغاية الآن هناك فشل. يعني لغاية الآن هذا المحور يتعرض على مدار الساعة إلى قصف من الهاون 120 وقصف بالصواريخ من قبل كامل فصائل المقاومة على محور نتزاريم، لذلك يبدو أن هناك فشل في تحقيق هدفه لهذا المحور. الشيء الوحيد الذي قام به العدو عبر هذا المحور هو القيام بالعملية العسكرية باتجاه أنصيرات، لأن العملية يبدو بأنها انطلقت من
الرصيف العائم كما أظهرت الأفلام والصور إلى أنصيرات، كذلك الأمر من اتجاه وادي غزة، يعني هناك كان نوع من الإحاطة، وبالتالي هذه هي العملية وهذا ما تكشفت عنه بأن هذا الميناء ليس هو للمساعدة الإنسانية بقدر ما هو لفرض سيطرة أكثر وأكثر على قطاع غزة ولشق قطاع غزة ما بين شمال قطاع غزة وسطه وجنوبه. فهذا هذه هي صورة الميدانية في وسط قطاع غزة. أما في شمال قطاع غزة فالصورة على شكل التالي. سنتوجه مباشرة لبعض المتابعات قبل أن نعود في هذا الشرح الخريطي على مستوى الخريطة لشمال القطاع. القسام كانت نشرت مشاهد لاستهداف جنود وآليات العدو في محور التقدم بمدينة يبنة جنوب مدينة رفح جنوب القطاع، نتابعها. أيضا مشاهد من قصف كتائب شهداء الأقصى لقوات الاحتلال المتوغلة على الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح بصليات صاروخية من نوع 110. كل الظروف القاسية التي يمر بها المقاومون في مختلف الكتائب سيما القسام منها، لا تزال هذه الأدوات التقليدية التي يحاول أن يعني يستعملها ويستنبط حلولها المقاتلون في بيئات صعبة عملياتيا لاستكمال مجهودهم العملياتي في أكثر من محور وفي أكثر من نطاق عملياتي. هذه هي الخبرة، خبرة القتال التي يكتسبها المقاومون خلال ثمانية أشهر من القتال، فهو الآن كان على جذع شجرة يقوم بصناعة يعني مسحف للصواريخ باتجاه معين وبيعني مستوى معين، وهذا ما يؤدي إلى إيصال الصواريخ رغم يعني عدم تواجد مزاحف من الحديد إلى أهدافها ودك القوات العدو المنتشرة إن كان في غلاف قطاع غزة أو إن كان على حدود قطاع غزة.
وكانت بدورها نشرت كتاب شهداء الأقصى مشاهد من إعداد وتجهيز صواريخ أقصى 103 من داخل ورش التصنيع الميدانية ضمن معركة طوفان الأقصى. الآن بعد 8 أشهر لم يزل هنالك المعدات اللازمة لصناعة الصواريخ، وأيضا هناك اتقان زائد في صناعة الصواريخ. نرى الآن بأن هناك احترافية وسرعة في التنفيذ، وبالرغم من يعني ضراوة ما يقوم به العدو الإسرائيلي من قصف جوي وإلى ما هنالك، انظر كيف أن المقاومون يقومون بأريحية بصناعة الصواريخ. وفي ذلك لعله رسالة إلى من يقول بأن المقاومة فقط تستفيد من شحنات الأسلحة والذخائر التي تصلها من الخارج، وإذ بها تصنعها محليا بأدوات ويعني قدرات يدوية محلية ضمن النطاق الذي يسمح به الميدان. مشاهد أيضا من رسائل لمقاتلي كتائب القسام أو شهداء الأقصى، هذه المرة من داخل عقدهم القتالية في غسان الطبع. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. استكمالا لمعركة طوفان الأقصى، بعد 7 أشهر وبضعة من الأيام إننا في كتائب شهداء الأقصى لازلنا في الميدان مثخنون في هذا المحتل، وأن كافة وحداتنا القتالية في كافة العقد القتالية يشتركون من نقطة صفر في محاول التوغل في جبالي وفي حي الزيتون وفي رفح، وصليات الأزي تؤلم بني صهيون، وعشاقات الفخر الصاروخية تدق المحتل، والهول الثقيل يربك حساباتهم. ومن هنا من أرض غزة الصمود ومن قلب المعركة حيث مرابد المدافع، نقول لهذا العدو الصهيوني بأننا أعددنا لكم أصنافا من العذاب، ستدفعون ثمن دماء أبناء شعبنا أضعافا مضاعفة، لأننا قد أعددنا لكم في غزة كتائب وجنود وجيشا من الأسود، أنيسهم السلاح وبيوتهم قنابق الجهاد والدفاع، لا يرضون الدنية في دينهم ولا في أرضهم، ولا يقبلون إلا بفلسطين، كل فلسطين. ونقول لكم لا أمان لكم على أرضنا، سنجعل الأرض لهيبا تحت أقدامكم. الله أكبر. إذا سيادة العميد، ومع كل هذه الرسائل التي تصل من عقد القتالية للمقاتلين داخل غزة، لا تزال في شمال القطاع أيضا العمليات على قدم وساق بوتيرة مرتفعة برغم عودة العديد من النازحين نسبة كبيرة منهم، والفشل المتجدد للإسرائيلي بأنه يقنع الأمريكي والمجتمع الإسرائيلي وحتى المجتمع الدولي بأنه أنهى غزة ميدانيا. نعم، يعني منذ 8 أشهر لغاية الآن لم نزل نسمع عن حي الزيتون، تل الهوى، تل الهوى، حي الزيتون، فهذا منطقتين في جنوب شمال قطاع غزة لم يزلا لغاية الآن يؤرقان العدو الإسرائيلي. لغاية الآن هذا هو محور نتزاريم، شارع 10 هي المنطقة التي يحاول العدو الإسرائيلي منها، ولغاية الشارع 8 تهديم كل هذه الأبنية وخلق منطقة عازلة في هذه المنطقة، ولكن لغاية الآن كل محاولاته باءت بالفشل. لذلك تتركز الاشتباكات دائما في هاتين المنطقتين، حي الزيتون وتل الهوى. اليوم العدو الإسرائيلي قام بقصف بعض هذه المناطق بالكوادكوبتر إضافة إلى الطائرات الحربية، وكذلك الأمر كان هناك اشتباكات من آلياته من محور نتزاريم باتجاه تل الهوى وباتجاه يعني حي الزيتون كذلك الأمر. فإذا نسف منازل في هذه المنطقة بشكل دائم ويومي، وحدات الهندسة وحدات يالوم تقوم بشكل دائم باستهداف المنازل وهدمها في هذه المنطقة، يتصدى لها المقاومون ويقومون بقنص عناصرها بواسطة القناصات في هذه المنطقة. اليوم
العدو الإسرائيلي قصف بالطيران شارع أو سوق العملة في حي الدرج، سقط على أسره 6 شهداء، وأيضا كانت مدفعية العدو تدك شرقي الشجاعية وخاصة منزل أحد المواطنين، أيضا كان هناك شهداء وجرحى في الشجاعية. أما الزوارق الحربية فهي الهدف الأساس لها هو حماية هذا الرصيف العائم مقابل نتزاريم، وأيضا الرصيف العائم، لذلك هي تقوم بدك هذه المنطقة لغاية مخيم الشاطئ. كل يعني المواطنين الذين يحاولون التحرك عبر الشاطئ تقوم الزوارق بصلي هؤلاء المواطنين وحتى من يحاول الاصطياد في مياه غزة. هذه ميدانية شمال قطاع غزة الآن. جملة مفارقات دكتور هاني يعني تتزامن مع هذه الإنجازات للمقاومة وهذه الأخفاقات التي تقابل إنجازات المقاومة بالنسبة للإسرائيلي. سنتابع الفيديو قبل أن نغوص معك بتفاصيل هذه المداخلة حول واقع الأسرى وحتى واقع المفاوضات الإسرائيلية، الواقع السياسي الذي تعيشه الكابينت، إضافة إلى منجزات الميدان شمال القطاع ووسطه وجنوبه. كتاب القسام إذن نشرت فيديو بعنوان نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية. إذن دكتور، هذه رسالة أيضا في أحواها أنه في عملياتكم فشلت تضاف إلى ما كان قاله أبو عبيدة. هذا مشهد يعني نناقش مع حضرتك إلى جانب يعني التداعيات التي خلفتها استقالات بالجملة في الأمس من قائد فرقة غزة إلى الوزراء 3 في الكابينت، وبالتالي الوضع الذي يزيد تأزما وشرخا داخل المستوى السياسي الإسرائيلي بالتوازي مع هذا الفشل الاستخباري والعسكري، وبالرغم من أنه نعيد ونذكر ما قاله الأمريكي والبريطاني للإسرائيلي بأنه لولانا استخباريا لما كنتم أصلا نجحتم في نوعا ما في هذه العملية التي حصلت قبل أيام في انصراط. أولا لابد من الإشارة لنقطة مهمة في موضوع الشرق الوسطى، أنه هناك تراجع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من شرق المغازي وشرق دير البلح وشرق البريج. طبعا هذا التراجع ليس انسحابا كامل، ولكنه تراجع في عملياته إلى المنطقة القريبة من المنطقة الفاصلة أو الخط الزائل. عودة إلى ما تفضل به حول سؤالك، نعم فيديو القسام خلط الأوراق لنتنياهو، وأيضا يعني كشف الوجه الآخر والرواية الأخرى حول ما حدث من هذه العملية. هذه ليس عملية، هذه عبارة عن مجزرة كاملة بحق شعبنا الفلسطيني، ومجزرة أيضا حدثت ضد أسرى الاحتلال الإسرائيلي، وكان قتلهم متعمدا من نتنياهو لأنه كان يعلم تماما الخطورة التي تحيط بهذه العملية. وهذا طبعا من منظور الولايات المتحدة ومنظور إسرائيل، أن هذه ليست مجزرة وإنما إنجاز وعملية. وهذه الرؤية الأمريكية لهذه المعركة ضد شعبنا الفلسطيني هي ترى بحرب الإبادة والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني والعدوان بأنه إنجاز الاحتلال الإسرائيلي. أما من الوجهة الأخرى واضح أنها مجزرة مكتملة الأركان. الجانب الآخر أيضا فيديو القسام حول الأسرى كان صفعة لنتنياهو، ولم يسعف الوقت للاحتفال بهذا الإنجاز المحدود والذي اعتبر أنه إخفاق كبير جدا، وأصبحت المطالبات كبيرة من أهالي الأسرى بضرورة عقد صفقة مع المقاومة الفلسطينية. أيضا نقطة مهمة جاءت في إطار أيضا الخلافات الداخلية الإسرائيلية وخاصة استقالة جنس وإيزنكوت، وهذا أيضا عزز هذه الاستقالة واستقالة قائد فرقة غزة. اليوم ما تقوم به المقاومة الفلسطينية من ثبات، ما تقوم به من ضربات
ما تقوم فيه من كمائن نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي ومراكمة لهذه النقاط وبحر الإنجازات الذي تحدثنا عنه في وقت سابق وبحر الإخفاقات الكبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تماما أن عجز كبير عن تحقيق أهداف في قطاع غزة. ثانيا أن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تزداد يوما بعد يوم من ناحية الخسائر البشرية والخسائر السياسية والدولية والخسائر الداخلية وآخر استقالة هذه الاستقالات وانهيار مجلس الحرب. أيضا تؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بهذه العنجهية تفقد أيضا موضوع الأسرى ورسالة مهمة في موضوع الأسرى. أما بموضوع استقالة جانتس لعلي هنا نشير عليها سريعا، وواضح أن أهداف وجود جانتس وإيزنكوت في مجلس الحرب كان لمحاولة ترسم إحدى الشروط الحقيقية، ولكن سرعان ما الخرافات استمرت وتم انهيارها من خلال هذه الاستقالة أيضا، ولم يستطيعوا طمسها بالمناسبة يعني، وهذا أصبح واضح الخلافات الداخلية الكبيرة. النقطة الثانية كان يحمل الوجه الشرعي أو الشرعية لمجلس الإسرائيلي، وخاصة أن قرار دخوله لمجلس الحرب كان أمريكيا وكان دوليا، وأيضا كان محاولة من أمريكا لمحاولة إنقاذ إسرائيل من نفسها عبر وجود مسارات سياسية بديلة عن الوجه القبيح لسموتريتش وبن غفير وإنقاذ إسرائيل من نفسها، ولكن واضح أن إسرائيل مصرة على إغراق نفسها وقتل نفسها والاستمرار بالانهيار السريع لهذا الكيان الإسرائيلي. أخيرا النقطة المهمة أيضا، من خلال 7 أكتوبر الكمائن القسامية رسائل كتائب القسام إدارة هذه المعركة واضح أنها ضربت النظام البنيوي والبناء البنيوي والعمود الفقري للكيان الإسرائيلي، ويوما بعد يوم النظام يزداد انهيارا، واخرها كان الاستقالات الكبيره والتي ستكون انعكاساتها بالتاكيد كبيره وكبيره جدا، والجبهه الشماليه لبنان وجبهات الاسناد ايضا كان لها دور كبير في تعزيز. سنتحدث بها دكتور فيما تبقى من الوقت من هذه الحلقه في مخصص سياده العميد الضفه الغربيه، اكثر من نقطه فارقه على المستوى يعني الميداني، اقتحام مخيم الفرعات في طباس، وايضا اذاعه جيش الاحتلال اعلنت ان فلسطينيا تمكن من التسلل الى مقر قياده الجيش في الضفه الغربيه وجال بحريه قبل يومين، ولهذا دلالات سنستطلعها مع حضرتك. نعم، يعني بحسب اعلام العدو الضفه الغربيه هي اكثر اشتعالا من ذي قبل. الضفة الغربية هي العمليات تتكرر فيها دون أي نتيجة بالنسبة للعدو الإسرائيلي، لا بل بالعكس هناك ازدياد في صنع العبوات وهناك تطور في صنع العبوات بحيث أصبحت تضر أكثر وتؤذي أكثر آليات العدو الإسرائيلي من جرافات ومن ناقلات جند نمر وغيرها وحتى من دبابات. كما قلت الحدث الأبرز هو مخيم الفارعة. مخيم الفارعة منذ أكثر من 18 ساعة اقتحام لمخيم الفارعة، حاول العدو الإسرائيلي خروج صباحا من مخيم الفارعة ثم عاد وأتى بتعزيزات إلى مخيم الفارعة. هناك اشتباكات على مسافات متقاربة بين المقاومين وبين قوات الاحتلال في الفارعة، يحكى أن هناك قتلى وجرحى للعدو الإسرائيلي ولكن يتكتم عنها في الفارعة. كذلك الأمر في تياسير في هذه المنطقة أيضا شمال شرق طباس، هناك اشتباكات ولكن الأساس هي الفارعة. إذا ما ابتدأنا من جنوب الضفة الغربية، كان هناك اقتحام للخليل ومواجهات، كذلك طرقومية اقتحامات واشتباكات مع قوات الاحتلال العدو الإسرائيلي، وكذلك الأمر في بيت لحم مخيم الدهيشي، هناك اقتحام كان لمخيم الدهيشي واشتباكات في رام الله، هناك في برقة كفر نعمة وجبل الريسان. جبل الريسان كان هناك حرائق نتيجة الاشتباكات في جبل الريسان. أما بما يختص بفرقة الضفة الغربية يعني لدى العدو الإسرائيلي فهي هنا في بيت إيل. هذه الضفة، هذه الفرقة هي فرقة إقليمية تابعة للقيادة الوسطى لدى العدو الإسرائيلي، تتألف من وحدات سياروت
هي وحدات خاصة، ووحدة دوفدوفان هي أيضا وحدات خاصة للضفة الغربية، وأيضا وحدات من القيادة الوسطى، وأيضا وحدات من يمام الشرطة يعني الضفة الغربية. وبالتالي استطاع فلسطيني يعني مواطن بكثير من الأريحية الدخول إلى هذه المنطقة، وهذا ما يؤشر إلى ضياع لقوات العدو الإسرائيلي والاحتلال في هذه المنطقة، لأنها تركز على أماكن أخرى، ولكن أمنها الداخلي هو مضعضع، وهذا ما أثبته دخول هذا المواطن إلى هذه المنطقة. كان هناك أيضا اقتحامات لقلقيلية، اقتحامات لطولكرم ومخيم طولكرم، كذلك الأمر اقتحامات لنابلس، مخيم بلاطة، وأيضا لعريف. بعريف منع العدو الإسرائيلي سيارات الإسعاف من انتشال الجرحى في عريف، ولا بل بالعكس قام بتوقيف سيارات الإسعاف ومن فيها. قبل أن نتحول إلى دكتور هاني، هذه مشاهد تأتينا الآن لإسقاط مسيرة في جنوب لبنان، نتابع تفاصيلها ونستكمل النقاش. إذن هذه المشاهد الأولى لهذه المسيرة التي تم إسقاطها في جنوب لبنان. سيادة العميد، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط مسيرة في جنوب لبنان، وبطبيعة الحال سبق، قبل أن نستعلم أكثر طبيعة هذه المسيرة ونوعها، كان سبق للمقاومة أن أسقطت عدد من المسيرات من نوع هرمس 450 و 490. مسيرة، أعتقد أن كان هناك قبل ثلاث مسيرات 450 هرمز ومسيرتين 900، يبدو بأن هذه السادسة. لغاية الآن لا نعرف ما هي نوع هذه المسيرة، ولكن المؤكد بأن كل مسيرة أصبحت يعني تكون في الأجواء اللبنانية يتم إسقاطها بسهولة من قبل جهاز الدفاع الجوي للمقاومة الإسلامية. رفعت من وتيرة رسائلها على المستوى السلاح الجوي، يعني بالأمس رأينا بأن هناك استخدام لسام 17، وهو يعني من الأسلحة المضادة للطائرات المتطورة جدا، نعم للمقاتلات وللمسيرات وللصواريخ حتى. هي منظومة دفاع جوي تستهدف ثلاثة أمور: الطيران الحربي، المسيرات، وأيضا الصواريخ. مدى هذه المنظومة يصل إلى 50 كيلومترا، من 2500 متر إلى 50,000 متر، وأما بالارتفاع إلى غاية 24,000 متر. هي منظومة متطورة، لم يزل يعني روسيا الاتحادية تبيعها للدول المحيطة بها. هذه المنظومة هي منظومة فاعلة، تم استعمالها أيضا خلال يعني المعارك في أوكرانيا، وهي ناجحة. بالعودة إلى مشاهد الضفة الغربية وتزامنا مع اشتباكات تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال في الفارعة جنوب طوباس، نتابع. طب أيضا قائد كتيبة سرايا القدس في مخيم طولكرم يتحدث خلال تشييع الشهيد القسامي يوسف عبد الدايم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم، نسمع إليه. احنا كنا راصدين لهم وتم اكتشافهم على السريع، وتم من أحد عناصر كتاب القسام باستهدافهم بكشفهم، وتم الاطلاق عليه وتم استشهاده. لا بروح يوسف، بيجوا 10 بدل يوسف، بروح مين يعني، ما بدي أقول لك يعني، بروح غيث بيجي بدل غيث 100 يعني. هاي الطريق فيش فيها، ولا واحد بيقدر يوقف عن هاي الطريق، هاي طريق يعني جهاد في سبيل الله. احنا رسالتنا للاحتلال قد ما تسللت وقد ما حاولت الاقتحام وقد ما حاولت الاغتيالات احد المطاردين، احنا بنقوى بزياده، واحنا عزيمتنا قويه الحمد لله، واحنا ماشيين على درب الشهداء، وان شاء الله بنثار لهم يعني. ايضا مقاوم فلسطيني يضرب النار في شاحنه اسرائيليه قرب رام الله. هذه الجرأة التي يتمتع بها المقاومون في الضفة الغربية، لعله مشاهد جديدة. دكتور هاني، من الضفة الغربية
من شأنها أن تشكل رسالة رد إلى ما كان قرأ في استقالة الوزراء بالأمس في الكابينت بأنه من شأنها أن تعطي مزيد من الأريحية لبنغفير رفع وتيرة تعديات الجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية بمختلف أجهزتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية، وإذ بشباب الضفة أيضا يرفعون من وتيرة عملياتهم الفدائية. كيف تقرأ هذه المشاهد؟ هذه المشاهد، وهذا طبعا هو شاب فلسطيني ارتدى زي عسكري وتقدم إلى جبل الريسان غرب رام الله، وطبعا تقدم إلى بؤر عسكرية استيطانية إسرائيلية، يعني تقدم إلى قلب المواقع الإسرائيلية، قلب وجود المستوطنين، قلب وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي. رسالة تحدي واضحة وجرأة كبيرة، وهي أيضا مهمة في يعني تمادي وفي أيضا كسر أي حواجز، سواء خوف او يعني ارتباك او حتى يعني رهبه من الاحتلال الاسرائيلي بعد استقاله جانتس وبعد هذه الاستقالات. وهذا يعزز يعني فرضيات، وهذا يعزز استراتيجيات طوفان الاقصى في جرأة شعبنا الفلسطيني وتحديه وكسر كل الحواجز في مواجهه جيش الاحتلال الاسرائيلي. بالتاكيد الاستقاله سيكون انعكاسها كبير جدا على الاحتلال الاسرائيلي من كل النواحي، وخاصة النواحي العسكرية المعنوية وكذلك البنيوية، وكذلك انعكاسها على شعبنا الفلسطيني وعلى المقاومة في الضفة الغربية التي ستتجاوز وتتخطى كل الحدود وستتحدى الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يوما بعد يوم الاحتلال يثبت ضعفه وهشاشته وكذلك خلله الكبير الداخلي. وهذا بالتأكيد رسالة التحدي، هذه أيضا تأتي من قائد المقاومة في طول كرم عندما تحدث قبل قليل بتحديهم للاحتلال الإسرائيلي وأن عمليات القتل وأن الشهداء يأتي عشرات الشهداء. بالتأكيد هذا تحدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل سموتريتش وبن غفير لا يزيدان تحدي، وإنما يزدادان في التوتر والارتباك والتخبط في إدارة هذه المعركة ضد شعبنا الفلسطيني. نقطة أود الإشارة إليها سريعا، نعم، أنه كتاب ما زالت تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال الإسرائيلي في الشابورة وسط رفح في الكمين المحكم، الذي ما زالت مصرة على قتل نخبة جيش الاحتلال. كل من يقع بيدها من نخبة جيش الاحتلال الإسرائيلي من لواء جبعاتي وخاصة من سلاح الهاون، ما زالت الاشتباكات حتى هذه اللحظة. ونقطة أخرى، أنا أتوقع أن هذه العملية ستكون موثقة بكل تفاصيلها إن شاء الله. سيادة العميد، يعني انطلاقا من المشاهد المسيرة التي كنا نتابعها قبل قليل لإسقاطها في جنوب لبنان، إلى رفع وتيرة المقاومة الإسلامية من تصدياتها على مستوى سلاح الجو، أيضا نقاط أخرى نستفهمها منك على مستوى جبهة إسناد جنوب لبنان. نعم، اليوم مثلا كان هناك استهداف كما ذكرت في نهرية، في نهرية تم استهداف يعني قاعدة عسكرية في نهارية، ألا وهي قيادة الفرقة 146 التي كانت أصلا متواجدة في جعتون، ولكن بعد قصفها وتعرضها للخسائر بالأرواح وبالعتاد تم نقلها إلى نهارية، ولكن الانقضاضيات يعني المسيرات الانقضاضية، وهذا أصبح يؤرق العدو الإسرائيلي. بل إن وسائل الإعلام لدى العدو الإسرائيلي تقول بأن مسيرات حزب الله لا تسير بواسطة أجهزة جي بي أس يعني وأجهزة الملاحة الجوية، ولكن إنما بواسطة الكاميرات، وهذا ما يصعب يعني اكتشافها، وخاصة أن العدو الإسرائيلي يمكن أن يرصد انطلاق هذه المسيرات ثم تختفي عن شاشات الرادارات لديه. لماذا؟ لأن من يقوم بتسيير هذه الانقضاضيات يسيرها مع طبيعة الأرض على ارتفاعات منخفضة جدا لا تستطيع الرادارات أن تلتقطها، وبالتالي تصل الانقضاضيات إلى أهدافها وتحقق أهدافها. هذا ما حصل في قيادة الفرقة 146 في نهارية. في كابري كذلك الأمر، هنا اليوم كان هناك استهداف بانقضاضيات لقبة حديدية، يعني القبة الحديدية بدأ تنعدم وظيفتها في بعد إعماء الرادارات، رادارات القبة الحديدية، وعدم تمكن يعني العدو الإسرائيلي من اكتشاف الانقضاضيات. كذلك الأمر بالنسبة لبركة ريشة، كان هناك أيضا اليوم
استهداف لتجسسية في بركة ريشة بواسطة المدفعية، ثم بواسطة صواريخ موجهة تم تدمير الأجهزة التجسسية في بركة ريشة في هنا في يعني شمال بركة النقار، ونعني به في منطقة الرادار، تجسسية في منطقة الرادار. كذلك الأمر في رويسات العلم في هذه المنطقة أيضا تجسسية. في المنارة هنا تم استهداف مبنيين في المنارة بواسطة أسلحة المضاد للدروع، كريات شمونة، وهذه المنطقة كانت عرضة لصواريخ كاتيوشا من قبل المقاومة. كذلك الأمر الزاعورة، وكذلك الأمر بعض القواعد هنا كانت عرضة للصواريخ من قبل المقاومة، وإضافة إلى راموت نفتالي، يفتاح، ديشون والمالكية. هذه المنطقة هي خاصرة ضعيفة للعدو الإسرائيلي لسيطرة هذه المنطقة، منطقة بليدة وحولة على هذه المنطقة. إضافة إلى أن المقاومة اليوم قامت بقصف بياض بليدة وهو هنا أيضا وحققت فيه الإصابات، إضافة إلى في القطاع الأوسط هنا هذه المنطقة أفيفيم ويرؤون في هذه المنطقة تم استهدافهم اليوم من قبل المقاومة وتحقيق الأهداف. العدو الإسرائيلي يحاول استعادة السيطرة، لذلك شن بعض الغارات على الخيام وعلى كفر شوبا، وكذلك الأمر على كفر كلا، وإضافة إلى باتجاه يارون. هذه كانت الميدانية في جنوب لبنان. سنتابع مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لتجهيزات تجسسية في موقعي بركة ريشة ورويسات العلم التابعين لجيش العدو الإسرائيلي، والتي كانت تحدث عنهما سيادة العميد. أيضا مشاهد من عملية استهداف المقاومة مبنى يتموضع فيه جنود الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال شمال فلسطين المحتلة. دكتور هاني العلو، من المفارقة بعد إعلان المقاومة الإسلامية الآن إسقاط مسيرة جديدة من طراز هرمس 900، هذه الجرأة لدى سلاح الجو، لدى المقاومة بالتصديات وحتى الهجومات في مقابل هذا الإخفاق الإسرائيلي في كشف الهجومات الجوية للمقاومة الإسلامية وحتى خوفها. بالأمس كما تابعنا تراجعت المقاتلة الإسرائيلية مقابل صاروخ الأرض جو الذي أطلقته المقاومة، واليوم إسقاط جديد للمسيرة. هذه المفارقة لعل تعكس نبض الشارع الاستيطاني الذي لم يعد جالنت ونتنياهو قادران على إسكاته، ويعني إسكات هذا الصوت الذي يقول أننا بتنا في معركة خاسرة في الشمال. بالمناسبة توقيت الإسقاط للطائرة المسيرة هرمس 900 ذكي جدا، وبالتأكيد رسائله أيضا جاءت بالتوقيت المناسب، وخاصة بانهيار مجلس الحرب الإسرائيلي والخلافات الداخلية وتتوارى الاستقالات. الأمر الثاني أيضا تأتي في سياق محاولة رفع معنويات المستوطنين على الجبهة الشمالية، وهذه أيضا تأتي بشكل واضح. النقطة الأخيرة الثالثة أيضا تأتي في توقيت محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع معنويات جنوده، وأن المقاومة الإسلامية لا تمتلك إلا بضع صواريخ في موضوع إسقاط الطائرات، ولا تمتلك منظومة حقيقية
اليوم نحن نتحدث حقيقة عن رسالة تجاوزنا فيها الرسائل والإعلام والتحذير لجيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نحن نتحدث عن رسالة جاءت بتوقيت مهم ورسائل جدية حول أن المقاومة، أن حزب الله والمقاومة الإسلامية اتخذت قرار بحرمان جيش الاحتلال الإسرائيلي من الاستقرار الجوي، بمعنى الاستقرار بالاستخبارات تحديدا، لأنه معروف طائرات الاستطلاع مهمتها في جمع المعلومات ورسم السيناريوهات حول المعركة، وهذا مهم جدا في مدخلات أي معركة وأي خطة لأي معركة، وأيضا جدا لعمليات الاغتيال. نعم، هذه رسالة عسكرية صحيح، ولكنها بأهداف استراتيجية وخاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والقيادة السياسية والعسكرية وللمجتمع الإسرائيلي، أن المقاومة الإسلامية هي في تهديداتها وأنها جدية في حرمان جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك بحرية في أجواء لبنان. لا تسمح لي دكتور فقط لضيق الوقت، يعني تجاوزنا الوقت المسموح به، في نقطة جبهة العراق وبشرح مسهب أو مختصر جدا جدا، كانت بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه في نهاية آذار عن إسقاط تفاصيل جديدة حول المسيرة العراقية في قاعدة سلاح الجوفي إيلات قرب سعر 6 هناك. صحيح، يعني هذه المسيرة التي تم الحديث عنها في خلال آذار أنها استهدفت قاعدة بحرية للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش، ولكن كان هناك نوع من الضبابية. عندما نتكلم عن القاعدة البحرية، هناك كان ساعر 6 وهي كورفت ألمانية الصناع، تم تزويد العدو الإسرائيلي بها عام 2015. هذه الكورفت أو السفينة الحربية هي تحتوي على أجهزة مضادة للطائرات، أيضا تحتوي على قبة حديدية، هناك 40 صاروخ للقبة الحديدية على هذه الكورفت الساعر 6. ولكن هناك كان تضعضع ما بين يعني القاعدة الجوية المتواجدة في أم الرشراش وأيضا القاعدة البحرية. يبدو بأن القاعدة البحرية اتكلت على سلاح الجو ليقوم بتدمير المسيرة، في حين أن سلاح الجو اتكل على يعني البحرية. هناك كان ضياع، ولكن يبدو بأن القرار اتخذ متأخرا بإطلاق طائرة لاعتراض المسيرة، ولكن لم يكن أمام هذه الطائرة أكثر من 5 ثواني وسقطت المسيرة على هدفها، وتم تحقيق الهدف بداخل قاعدة حربية في إيلات قرب على مسافة أمتار قليلة من ساعر، يعني هذه الساعر 6 المختصة بالتصدي للصواريخ والطائرات والمسيرات إضافة إلى سلاح الجو، بهذا الضياع وبهذا التململ وإلقاء المسؤولية كل طرف على آخر، استطاعت الوصول إلى أهدافها في أم الرشراش. هذا دليل آخر على كذب وزيف الإعلام الإسرائيلي، وسيما المؤسسة الأمنية والعسكرية، حين يعني تخفي هذا الإنجاز لجبهات الإسناد وبالتالي ما تقوم به هذه الجبهات والخسائر التي فشل لها بطبيعة الحال. شكرا لك سيادة العميد شرب البزيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية دكتور هاني الدالي، وشكرا أكبر لكم سادة المشاهدين لطيب المتابعة. هذه الميدانية انتهت، إلى اللقاء.